السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. لاول مره كيشوف القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه، وما تنساوش لي لايك ديالكم. وشكرا بزاف على الناس اللي كيدعموني. المهم، ثاني فيديو ليا في ديك السلسله اللي قلت لكم غادي نديرها لكم، متابعه كيفاش تعتنيوا براسكم. يعني الصراحه باش ما يجيكمش الفيديو طويل، انا قطعته لقات تلقاوني. يعني كي هذاك الفيديو، كي هذا الفيديو، كي هذا الفيديو اللي يتبع، يعني راه كلهم يعني في نهار واحد، وفي كله في نهار واحد. وجيت نشارك معاكم، وباش انا غادي ندير هذه المكونات، وما غادي ننسى، غادي نوريكم النتيجه ديال اي حاجه. المهم، هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تعتنيوا بالاسنان ديالكم، وشنو هي الوصفه اللي كتبيض السنان بالزربه واللي زوينه بزاف. وغادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه، صراحه هي زوينه بزاف، واستفدت منها انا بزاف ملي كنت صغيره وانا كنديرها. انا كلشي دايره هنا في قريعات. المهم، غادي نحتاجوا البيكربونات، ما بقاتش عندي الكربونه حيت كنديروا من غير القريعه وكنسد عليهم. وغادي نحتاجوا الفاخر، الفاخر عادي دكو وديرو حتى هو. وغادي نحتاجو الحامض، واي سينيال، اي سينيال عندكم. كلشي انا هانتوما ديجا انا كنستعملها، هانتوما كما كتشوفوا، يعني كل نهار كناخذ منها شويه وكنبقى نديرها. المهم، غادي غتديروا معلقه صغيره ديال البيكربونات، ومعلقه صغيره ديال الفاخر، وغادي ديروا شويه ديال الملح الحيه، وغادي ديروا الحامض، وغادي ديروا الماء الزهر واحد القطيره منه، وغادي تشدوا تخلطوا ديك المكونات وتخلوهم يعني فيما تدوزوا تحكوا سنيناتكم بها، وغادي تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. كنتمنى اللي جربتها تجي في الكومونتير تتجربوها، ورجعوا عندي وكتبوا في كومونتير كي جاتكم واش زوينه ولا لا. انا نعاود لكم من الاول، ونتمنى يعني تمشوا يعني ديروا هذا الشيء كامل اللي قلت لكم، وردوا عليه البيكربونات والفاخر والملح الحيه، كلشي معلقه صغيره معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الحامض العصر ديالو، ومعلقه صغيره ديال الملح الحيه. يعني خمسه المكونات اللي كنحتاجو، والسادس مكون هي ملي كنشدو هذه وكنحكو بها سناننا، يعني هكا وكنحكو سناننا حتى تنحكو مزيان، وكنشلو فمنا، وديك الساعه كناخذو سينيال ديالنا وكنحكو بها عاوتاني سناننا. راه النتيجه غزاله وروعه. كنتمنى الصراحه تجربوها وتردوا عليا الخبر. نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. بالنسبه لهاد المكونات انا كنديرهم وقدام فاش كنستعملو، وحتى شي حاجه من هاد المكونات ما غاديش تضر اللثه ديالكم، يعني زوينه بزاف. وغادي نقول لكم شحال المده تقدروا، يعني شحال من مره، حيت الشكل اللي كتهرب له اللحم على السنان، يعني المده ما تفوتيش ثلاثه المرات في السيمانه. زوينه بزاف، غير ثلاثه المرات في السيمانه راه كافيه وقاضيه الغرض. واللي عندها اللثه ديالها يعني مريضه بزاف، تحاول ما ديرش الحامض، وتحاول ما ديرش البيكربونات، دير غير الفاخر مطبوق وسينيور، وتحك به سنانو، هادشي اللي تحك بها سنيناتها، وهادشي اللي كاين. المهم، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ويلا الى فيديو مقبل ان شاء الله. المهم، نكملوا في هاد السلسله، ونتمنى اللي ما عرفش هاد الفيديوهات اللي كندير واش نحط الاول الاول الثاني الثاني ما عرفاش بالضبط، ولكن اللي كيشوف يعني في هذا الفيديو كنقول لك رجعوا للفيديوهات الاخرين، راه فيهم استفاده بزاف وزوينين بزاف، وانا ما كرهتش نستعمل يعني نديرهم قدامكم، ولكن غير على الفيديو باش ما يجيكمش طويل. وهذا يعني غادي نخلي هذا الشيء هكا، وحتى من سالي انا يعني هاد الصور ديال هذا الفيديو هذا اللي قسمته لكم على عباره على فيديوهات صغار، عاد غندوز وغادا نستعمل. المهم، شكرا لكم. الصراحة ما كنتش غادي نجرب معاكم الوصفات، ولكن قلت علاش لا، ما غاديش نشارك معاكم. المهم، غادي نشارك معاكم المكونات، ومن بعد غادي ندوز وغادي تشوفوني كيفاش كندير هاد الوصفات، يعني في البشرة ديالي او سناني او هذا، يعني هاد
هذا المقطع هذا بالخصوص غادي نحطه في الفيديوهات كامله، يعني غادي نديروا لكم في وسط وغادي تدوزوا تشوفوا معايا المراحل كيفاش درت هذه المكونات وكل شيء. يعني بقاو فين بقاو فين ما تشوفي. عافاكم ما تنساوش البارطاج، بارطاجيو فيديوهاتي ما امكن باش نكمل الشروط ديال اليوتيوب. وما تنساوش كذلك لي لايك، راه كيدعموني بزاف هذوك لي لايك كيخليوني انني نزيد نكمل في هذه المسيره. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا لاي واحد كيدخل كيخلي لي التعاليق الزوينه ديالهم. يلا السلام عليكم، فيديو قريب ان شاء الله.